السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. تقولي مالك يا سيدي؟ والله اخويا الدري واش ما عارف مين دا بالله. بسعداتك اخويا، انت ديما ضحك. انت شنو بغيتي ندير هاد الجيل هادي؟ الا ما درتش هكا راه متسطا. وهضر مالك. انا طلع لي الدم من هنايا. والو. ما كاين ما يدار، لا ارض لا ماء لا حتى حاجه. خصني نقلع من هنا وصافي. انا في الحقيقه بغيت نبقى هنا، ولكن راك عارف خصني نمشي نخدم باش نرد ارض الوالده من الرهين. تبارك ما تدوخ عليا الجلالي، انا عارف ما بيك لا ارض لا ماء لا والو. تلك غير على حبيبها، الدور كله عارف هي اللي كنت عليها. واخاش ترى عارف اجي اللي باها طماع، ولا مشات جا شي واحد مرفح والله لا عقل عليك. ونيت صاحبي او واش السيدة ديما بارك عليها؟ صبري معايا شوية، صبري معايا شوية، صبري معايا شوية. تالين حتى حاجة ما تبدلات. ما عرفتش الجلالي، عطاك الله واحد البنية مزيانة وظريفة، دري ويشا وبنت العائلة. علاش ما تشوفش مع فطومة؟ فطومة بحال اختي، كبرت انا وياها في نفس الدار، ما نقدرش نتزوج بها. انا بعدا ما عرفتكش انت شنو ما غتمشي دير في الدار البيضاء. انت واش غتلاقاو تما بالزغاريت والتطبال؟ ترى فين مشيتي خاصك الدراع الجلالي. انت اللي ما عرفتش اجيتي كدير هنا؟ انت زعما اللي قريتي وتفقهتي راجع لهاد الجايحة؟ علاش اش غدير هنا؟ شوف انا راه هضرت مع العربي شحال هادي وقال لي غير عزم وتوكل وما يكون على الخير. اه تو انا كنقول شنو طاري اليوم هنايا؟ ايوا راه اليوم جاي من كازا، وخصني اليوم نعرف راسي من رجليا. والله هذيك طامو اختي، واش بغيتي يبقى حداك هنا؟ اش غايدير؟ عقولي لي اش غايدير؟ خلي الدري يمشي يقضي حاجه لراسو، واخا يجيب عباش يرجع ديك الطرف من الارض اللي رهنتيه بلا ما تشاوري. وانا عييت معاك، عييت معاك. هاطامو هاطامو، الله يهديك الله يهديك هاطامو. وانت مشيتي درتي غير اللي قال لك راسك. واش كنتيني بغيتيني ندير اخويا؟ المهرب على العين والارض بلا ما، ما تسواش. الارض بلين الارض بلين بلين. واه قول لي يا خويا كفو، اش كاين ما يدار كاع في هاد المدينه؟ فاطمة اختي الله يهديك، راه هادوك اللي مشاو للمدينه راه عرفوا واش داروا، راه عندهم الحق. واش ما كتشوفيش في وجوههم كيفاش تنوروا وبانت عليهم النعمه؟ ها بغيتي غير بحالنا حنا ديال بلن مقابلين هاد الارض بحال مكتوب لينا بالتماره وباغي نكتبوها تاع على ولادنا؟ الله يهديك. سمعي يا طامو اختي، انا راه كندورها في راسي شحال مره، وكنقول غادي نبيع هاد الارض ونجمع الشطايطي ونمشي ما نوقف حتى لهاديك الدار البيضاء، ونمشي انا نتزوج تانايا مع راسي ونتهنى. ويلي هاد الكلام ما قالوش حتى اللي صغار منك. ما لقيتي تحشم
طامو كيفاش ما بقيتش نعشى؟ ها واش حنا غادي نخلدو فيها؟ تزوجت لالا صغير والمرا الله يرحمها ماتت وبنتي في الطومه راها كبرت، شي نهار غادي يجي شي راجل ويديها المحاله. ايوا وانا غادي نبقى وحداني. يعجبك يعجبك تشوفي خوك وحداني؟ الله يهديك طامو اختي، الله يهديك. والله ما بقات معك هضره مسختي، ما بقاش عندك علاش تحشم. سمعني نقول لك هاد الكلام، ما نبغيش نسمعك تقول فيه حدا الجيلان. سمعتيني؟ بغيت ندوي معاك. كي داير الحاج؟ هي غنكون هانيك اخويا العرب. وانا اني تمارة. ومال تمارة مالها؟ راك عارف اش كاين، كبرتي معايا وعارف كلشي. والسكنة؟ خدمة والسكنة في الشانطي. الجميلة مع خوتك البناية. اها والفلوس؟ ايه راني عاودت لك كل شيء. معلم عنده كل شيء، نص معلم 2000 ريال، صاحب الكرفي 1000 ريال حتى 1200 في النهار. اها ايوا على هذا الحساب خصني نخدم مزيان باش في الشهر ان شاء الله نولي معلم بحالك. شتك غادي مشهد الكازا؟ عاود داش مشهد الله يهديك. الزمان اخويا العربي هو اللي مجهد. خصني نخدم ليل ونهار باش يلا نخرج هذوك الريالات باش نفك الارض. المرضي هادشي كله غير على الارض ومي طامو. ايوا راك عارف. شرب شرب اتاي سخون شرب. لا 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 ما قديتش عليه. الله يكثر خيرك. والمهم غدا راك معروض عندنا الغدا. انا باقي يومين هنا ان شاء الله. وقت ما بغيتي يجي مرحبا بك، دارنا راه دارك. اول ما جري يا بنات دواري. لا لا بناس البناس احمد ولد مسعود عيط في التليفون قال لهم غبداو العرس غنجي نديها. هني عليك اخويتي هني عليك. تبارك الله كي جات طلعت غزاله ناقصها قهوه ولد السلامه شرب العسل فين غدوز. ما تعجبوش البنات راه اللي خرج من الدنيا ما خرج من عقيبه واه. هي مسكينه راه ما كانتش هكذا كل ما الغدر ديال حمد ولد مسعود. ولكن كل وحده فيكم ما عرفات شنو كيتسناها. تستاهل هي اللي طمعات راسها بيه. ما الدوار كامل كيعرف شنو تلقى واش كيسوى. غدار وما فيه ثقة. قولي لها الراس. اجي اختي. تما كان هاك الغدر كتلحي عليا بيني وبينك شي حساب. ولا كانوا مزيغين لك دوك جوج حريفات اللي قارية في الكوليج. سيدك الدريويش. قرا حتى شاب ليه راسو وما فيهش هاد الفهم اللي فيك انت. سبحان الله وانت كاع العزاره ديال الدوار عارفاهم. ما خليتي العربي، ما خليتي الجلالي، ما خليتي الدريوش. زدتي فمك طامو. ما فيا ما تكمشوا ليا هنا نبقى نفك فيكم. سمعتي؟ وما راني ندير راسي في وحده. كون جوجات بكري كون ولدات قدي باز بزاف عليك يا البايره. الحاج ما كيديهاش حتى شي واحد. سكاو مالكم ياك لاباس؟ هانت كتشوف موضي ليا فضيحه ما عرفتش علاياش. هما داركم ما غادياش. قلت لك داركم كوني تحجمي. سيري معاه حبيبة. راكي مولات العقلتي يا زعما. او وبنت خالتك سهلتيها من الصباح وهي قالت عليا بحشيه الهضره وانا دايره راسي ما سامعه والو. وانا سمكتيها
واش باغي ندخل لسوق العيالات انا ولا شنو؟ ومنين ما باغيش تدخل سوق العيالات؟ اش موقفك معايا هنايا؟ راك رديتيني شوها في هاد الدوار. احابي راه كون كان عندي الجهد راك راه خديتك شحال هادي، ولاني الغالب الله وانا بايلا داز غيتفني واقفه. شوف الجلالي عرفتي اش غيجيك مليح من دابا الفوق، ما تعاودش تهضر معايا ولا بغيتيني راك عارف دار با. على مالي ماشي راجل ولا احمد ولد مسعود والعربي ولا هنيه احسن مني انا؟ يا قاعد الدراري يمشيو للمدينه بقى غير انا ندور هنا. حتى واحد ما احسن من واحد، هاو كان وليدي راني وحدانيه وما عديتش من غيرك. الله يهديك اطام واختي الله يهديك. كيفاش ع وحدانيه وما عندك اللي يكون بيك؟ وانا اش كندير؟ انا مت ودفنتيني. ايوا ايوا الله يحفظك ويخليك ليا. بالحق انت ما كرهتيش تمشي قبل منه. الله يهديك اطام واختي الله يهديك. وها قول لي هاد المدينه غادي يجيب منها الذهب؟ الوالده راه بغيت نمشي نخدم ونجيب الفلوس باش نفك الارض من الرهين. راني ما رضاهاش ليا وما رضاهاش ليك، وانا راني كبير وقد براسي. الا بغيت نمشي راه ما نتشاور حتى مع شي حد. الوالد الله يستر عليك الا ما تداعي معايا ورضي عليا. راه ما بغيتش نمشي ونخليك مقلقه، راه غيجيب الله التيسير. اش بغيت لك قلبي يا وليد؟ راني بغيت لك على الخير، بغيتك تكون حاجه وشان، بغيتك تكون راجل وسط قرانك. شتي يا خالي اش قلت لك؟ الوالده ما تقدرش توقف قدام المصلحه ديالنا. لا جلالي. نعم خالي. انا راه خالك وكبر منك. العيالات في الدار بيضا زينات، واني واعرات واني خدم خدمه ولد اختي، خدم 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 الخدمه ودير علاش دير علاش ترجع ان شاء الله. ايوا الله يسترك الله يرضي عليك يا وليدي. ها ايوا الدعاي معاه طامو الدعاي معاه. واش هو واه حبيبه اش بغيت ندوي معاك؟ علاش كتهربي مني؟ وياك انت اللي باغي تهرب، الدوار كامل فراسو الخبار غير انا اللي في دار غفلون. ولا انت عطيتيني الوقت باش نعاود لك؟ انا ما نقدرش نمشي للدار البيضاء ولا ما نقولها لك. وتعطي الله هاد الدار البيضاء علاش؟ ايوا اش بغيتيني نبقى ندير هنا؟ بغيت نبقى نتسنى الليل باش نحسب في النجوم. واش تقبلي تاخذي راجل ارض مرهونه؟ انا ما رضاهاش ليا وما رضاهاش لك. بغيتك تكوني لالة العيالات وانا سيد الرجال. الناس مشات حتى لطاليان، انا غادي على الكازا ومنوض ليا القيامه. وانا شكون اللي قال لي الا مشيتي لهاد كازا ما تبانلكش في الخارج؟ حبيبه انا راه غادي على قبلك، بغيتك تصبري معايا واحد شويه. وانا جلالي راك عارف با باك يواو انتي اش كتقولي في هادشي؟ انا جلالي شي واحد جاي. فطومة شنو؟ بغيت نهضر معاك. ما عندك ما تقول لي. انا نقول معقوله فطومة حش ما تدريوش واخا غير على وجه صاحبك الجلالي. ما
هادشي عاد التصوين ديال اليوم. حرارة كانت هاد النهار. دوخ المخ الله يحفظ. فطومة. واش جيتي بنتي شي غدا؟ وي واش تي تزيز انتي ولا بغيت تسطيني؟ ها؟ اش انا كندوي معاك وانت كتحركي ليا فراسك؟ سمعي نقولي يومين هادي ولا ثلاث ايام وانتي ماشي على كانتك عاسه هي وكتخمي مالك ياك لاباس اش طاري اتدوي اتعالي هنا انا راه باك راه ما محتاجش حتى تهضري باش نعرفك اش بغيتي ولا اش عندك ولا اش بيك مزيان اش غنقول لكم الله ينعربوا القلب اللي كيبغيكم انا غادي نقول لكم واحد الحاجه ويني ما تضحكوش عليا والله يا سيدي ما كرهت شي عراسيه تكون فاعله تاركه ونبرد فيها غديدي تاش من غديده باك بو انا عربي ودير شي دوره في الدوار وشوف الجفاف اش دار في عباد الله قصح ليهم بالقلوب ديالهم يلا دابا كون كان شي عرس وعاد تصوروا معايا كون كان دابا شي عرس كون راحنا مزهرين مع راسنا والفيج طنايدة نبردوا على قلوبنا شويه ايوا جلالي لا ما خالي سمعني جلالي ولد اختي ان شاء الله غير تجي من الدار البيضاء وغادي دير لنا واحد العرس يكون فاعل تارك ان شاء الله خالي ان شاء الله كبور جلالي خصو يدير المستقبل ديالو هو الاول الزواج ما غاديش يهرب و مرحبا بك وليدي العربي وانا غادي غير لهنا ونجي فين غادي وا غادي غنمشي نتغدى انا وفطوم ما نخليها شي بوحدها كبور حتى مول الدار كوني هاني دوزو بخير جلالي قدام على الربعه ان شاء الله كون واجد الكاميو ديال الخدامه غادي يدوز خصو يلقاك واجد خالي نعم هي غدا ان شاء الله نفيق بكري باش نبيع الحولي تا علاش غتبيع الحول ما تبيع لا حولي لا بقره لا معزه هادشي ما عندهم ما يجيبوا لي انا غادي ندير بانيك غير كون هاني انت كون هاني الله يجازيك بخير بقيتي بوحدك الدريوش حتى انا العام اللي جا لقاني كنودع صحابي جلالي تهلا فراسك والله بنت خالي لا خايف وما عارفش مناش ما كرهتش كاع ندير بالناقص في الحقيقة حبيبة ما تستهلكش شتي ولدي ملي دارت بيه ديك الشيطان هاد حبيبه ما بقاش اخويا هو طم. هو اطم ولدك راه ما دار حتى شي عيب داكشي اللي كيديروا كرانو كاملين راه هو اللي دار كبار واش تخويا معايا ولا ضدي عايدو بالله مش طراشي كيفاش انت معايا ولا ضدي هكا دخلتهم لي الوالد الله يرحمها بيعهم باش تعاون بهم خود الله يكثر خيرك ما غناخذهمش غير قولي لي بعدا اش عاجبك في هاد الارض ها ما فيها ما ما فيها ضو ما فيها في الواحد يفوج على راسه اش هاد الحاله هادي اش هاد الحاله قلتها لك من شحال هادي والله حتى ما كرهتي الطرق بالمنه على انا كرهت راه عمتي شتي ديك الجازي اللي عاوني جلالي موجود ولد اختي
ايوا 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 اسمع الجلال، الدار البيضاء راه مدينه كبيره. اسمعني، نحكي على شاكوشي ونجمع راسي، ما نبقاش عالف امي وديع. يلا كون راجل ودير علاش ترجع الجلال، عندك تثق فيها. يلا هيوا اجمع شويه الجلالي، توكل شويه هاك هاك، البركه قدي بها. شد منين جبتهم اخاي؟ يا ودي ماش كماك فيهم انت، اش بغيتي منين جبتهم؟ هادو راه كافين باش تقدي توصل ان شاء الله. علي اسف الجلالي جلالي جلالي. عربي اسكت ولا عربي قريب غاحنا غاحنا. يا سيد الجلالي اهلا، كي داير وليدي؟ لاباس يرضي عليك. كي داير الدراويش؟ كي داير امي هنيه؟ الحمد لله. كيبقى خير معطي؟ وباقى وليدي كيما خليته كيما بقى، والماكله وتقول واش كياكل شي حاجه. قالوا لي نبدالك من داك هو سمو ديالي زمهني هذاك وليدي، والله يجيب له الشفاء بلا دواء بلا طبيب. امين يا سيدي يا ربي امين. ودخلوا تشربوا اتاي دخلوا. لا لا مهني، احنا زربانين بغينا نمشيو باش نشدوا الكاميون نمشيو انا والعربي للدار البيضاء. العربي؟ اه العربي مشى مع ميقات 12 هكاك، دازوا عليه شي صحابو الخدامه بالكاميونه ما خلاوش يتنفس ولا يجمع حوايجو على خاطره. وقال لك سيدي خاصهم لا بدا يطيروا يجيبوا شي سلعه اليوم قبل غدا. كي غندير انا؟ هات هو خلي لك جوج وريقات، الورقه الاولى فيها لادريسه فين خدام والتليفون ديالو، وهالورقه الثانيه فيها لادريسه ديال ولد منانه داك اللي عنده حمام في الدار البيضاء. عرفتو امي هنيه، الفنش ولد منانه دري الدوار اللي تلف كيدوس لعندو مزيان. ايوا هات وركب وصل عليه، ما حد الكيران مازال تيدوزو. وقول ليه باك عيان بزاف، كون غير رجع وليدي كون غير رجع. واخا غندير انا امي هنيه. نعم دخل بحالك دابا، انا غنوصل مع الجري حتى يركب والعشيه ندوز نشوف خالي المعطي. يا والسلام عليك. سلامه. انت بالك تلفتي؟ شد الرق هاد الوريقه ديرهم في جيبك وشد الكار ياه. وانت بلا عرف هادشي كامل اصاحبي علاش ما تمشيش معايا انت؟ الله يهديك الجليتي انت بعدا ويحفظك الله يبارك فيك. الرق حبيبة غادي نمشي ودك تتدير بحال حمد ولد مسعود وما ترجعش. جدنا حمد ولد مسعود، حمد ولد مسعود ع خماس، انا برزقي الحمد لله، خصني غنجمع شويه الفلوس ونجي ان شاء الله وغنبقى هنا غير ما تنسينيش. اللي مكتبه ليه شي حاجه غيلقاها. Thank you.
السلامة. الله يعاونك. أمين غادي لا كازا يلا طلعوا تسناو الكار يا ودي لا بقيتوا تسناو الكار بقيتونا طلعوا بسم الله الرحمن الرحيم. انت وصلتي كويس ها؟ هذه هي المحطة ديال ولاد زياد. راك عارف انا ما نقدرش ندخل داخل، راني غا خطاف. وسيدي الله يكمل بخير، الله يعاون. الله يبارك فيك، الله يعاون است. الو العربي جلالي هذا راه وصلت لكازا جا في الرباط كي ندير انا دابا ديباني راه حتى الصباح سلام أشرف السلام عليكم وعليكم السلام
كنسول على العربي. شكون العربي؟ العربي ولد هنيه تزوج جلالي. اسيدي متشرفين، راه وصلنا السي العربي عليك بزاف بزاف، هو راه مشى للرباط ما يجي حتى للخمسه، وانت يلا ترتاح معنا شي شويه. مرحبا بك. يلا جيتي على البارح يا نعم. وفين بتي؟ واحد القهوه قدام المحطه ديال الكار. ومالك عليها صاحبي هذيك الساعه جي عندنا اتساع موجود. مرحبا بك صاحبي، مرحبا بك. وانا العربي ما قال لي والو، قال لي سير دي باني راسك تنشوف. فوقاش غادي يجي؟ مع الخمسه، مع الخمسه يكون هنا. اكي جاتك كبيره، ما عرفت كاع انا من غنبدا. عندك الحق، كازا كبيره بزاف، ولكن غادي خصك عشي شويه وتولف وتولي كازاوي. مرحبا بك. لا مزيانه سي، تبارك الله عليكم، ما عندي ما نسالكم. وكنقول انا ما الخدمه ما مشياش ليا في الشانطي. اسي راه عطيكم نص ساعه باش تغداو، ماشي ساعتين، ومقصرين ليا مع راسكم. لا كنتو تعلموني نجيب لكم الشيخه. شكون هذا؟ الجلالي صاحب العربي. اسي هذا راه شانطي ماشي وطير، اش كيدير هنا؟ كيتسنى السي العربي. خليه الكرامه دار الكوال وراه براني. الا بغى يتسنى يتسنى في دارهم، ما عنديش انا قهوه، راه تقعد اسي. لعن الشيطان سي وعزان، لعن الشيطان. زيد خويا عليا من هنا، الله يرحم الوالدين. بلاتي يلا بلاتي يا جلالي، بلاتي جلالي. اش من بلاتي؟ سنا جلالي. هادو عباد الله يديروا فيا السكر. جلالي وعيا من الناس. جلالي جلالي شوف اخويا جلالي، انا راه ما كنحملش اللي كيحقرني. الشياطين كانوا كيشطحوا ليا في راسي، والله كل ما جات عيبتي نزلت للسما ونخبطوا بالله. صافي يا جلالي صافي، بدل ساعه اخرى ونعال الشيطان. ولكن اخويا انا راه ما عندي فين نمشي، فين غادي نبات؟ سير دير شي دويره، والعربي ملي غادي يجي مع الخمسه راه غادي يعرف فين غادي يديك. ونزيدك العربي راه كيعرف الشاف مزيان، راه يقدر يخدمك. وداك الشيء اللي دار معاك بوعزه قويله راه غير حيت ما كيحملش العربي. فين غادي نمشي انا؟ فين فين غادي نبات عباد الله؟ فين جلالي؟ كيما قلت لك سير دير واحد الدويره. قول لي عندك النمره التليفون ديال العربي ولا دريسه ياك؟ ها هي. ومزيان صاحبي مزيان، ها انت الا تلفتي عيط لينا في هاد النمره وراه فين ما كنتي نوصلوا عليك. وهذه فرصه جلالي باش تشوف كويزه. يلا الله يهنيك الله يهنيك. ايه الا تلفتي دير لنا التليفون. أتي Bye.
الشريفه ما كنتيش رد البال واحد الشوفار خونو لك ساكم مشاو مننا وانت حتى معاهم يا ريحك على طلقي مني وانا بغيت ندير على الخير انا تعجبك الساك بلا بوليس بلا والو واش منطلقي مني سير عيط لي على البوليس الله يرحم والديك اللي ما سير عيط لي على الساك فيه شي حاجه ما فيه الفلوس اسيدي فيه الفلوس تعجبك الساك اسيدي راك تجالس غير في القهوه كناكل مسمن تا داو الساك وتاش من مسمن ولا حاجه تعجبك الساك والله ما طلقت جوج والله طلعت تقولي راسك راهي ما طلعتش تقولي البوليس اجي لهنا بغيتي دير فيها بطل واش صورتي دابا دابا صورتي الضباب تسحب لكم كاين السيبه في البلاد راه كاين المخزن دوي هضر الله يتن نفسك الله يتن جبد لك المصار نديو لك هنايا الا كنتو رجال خرجوا دراع موت وحده اللي كاينه فورمه ديال الدراع فورمه ديال لانشوبه قال لك دراع دراع بهاد الفورمه هادي خذ الصديق ما تخافش خذ اتخذ من خير خذ اتخذ تشد شد كبوطي مشى فيه لا دريسة وفيه الكارني لا دريسة مشات هناك هذه مشات والله ما كاينه بالله نهري على مصيبه اسمع الضريف ملي توصل عند البوليس انكر وطلع للجبل ما شفتينا ما شفتي امراه اش اخويا بيني وبين شي بوليس انت مالك فاو لا كارت اللي بقات في الكبوط مع هو اللي صيفطوها لك في البوسطه اسمع ولد خالتي الى عياتك الارض صاي على البرتوش كون راجله واش بغيتي ندير ليه نطلق عليه بالراه في هذا الليل يقلب عليه راه عنده لادريسه وعنده التليفون يتصل ايه راه عنده التليفون وحتى هو الله يهديه قلنا ليه الا تلفتي عيط لينا نوصلوا عليك فين ما كنتي هذاك راه كامبو اجابوا الكازا كاع شو شتي التليفون راه كيسوني ياك ما هو الو شكون شهاب ايه هي عرفتك عرفتك من الدوار ياك لاباس شكون الوليد صافي قول لي عاود تكون هاني الصباح انا عندكم صافي بسلام عربي ياك لاباس الوليد زاد عليه الحال بزاف أقول لي ولد خالتي جيت دير في كازا نتايا شي نقلب على خدمة قلب على خدمة تخدمو تا ولاد كازا شي هنايا خصك تكون حار وناضق باش يلاه تدبر على راسك وماشي عا في كازا وحتى في جزر القماري شنو بغيتي انا خويا ندير شي الحبس برجلي شتي اللهم الحبس ولاد الحالة اللي انت فيها على الأقل بعد الحبس واكل شارب ناعس مغطي بلا ريال بلا جوج بخير جا قول لي انت جيتي زعما باغي تخدم بغيتي نرد شي أرض ديال الوليده مرهونه نحفر شي بير تواقع الا قالوا لك الفلوس عام شتين في كازا ياك وما نعتوش لك البلاصه وسير وليدي رجع بحالك رجع للدوار قبل ما تولف والله الا حشوم عليكم بالله علاش ما تمشيوش تقلبوا على شي خدمه ولا تعلموا شي صنعه ثم جالسين تخاونوا واش حنا
وصافي اللي عطى الله عطاه التران مشى علينا. شتي حنا ما شفار موال شتي حنا هاك نسلكو، اما الشفاره ديال بصح راه ما كيبانوش انفيزيبل. وارا عندك الانفيزيبل هذه خطيره، عرفتيش غدير الصديقك؟ خذ لك هاد السندويش هذا ولا نطر لك معانا شي نطيرات باش تقاد داك المزاج مزيان. تبان وغير عشا ديال الجنازة هذا ستي فمك الموت هادي كشتاية ديرة بحساب الموت وهي كتقلب غير على مصلحتها. مشى الجلالي جا العربي سير نحطو العشا اللي بغيتي. عربي صبر وليدي شويه، حتى الا مات ليك باك راه مات لينا بونا وخونا وحبيبنا. الله يرضي عليك دبب مع ميمتك وليدي. اخويا العربي علاش ما جاش معاك الجلالي؟ خدام كيفاش ياك هو خدام معاك؟ لا كنا بجوج وقسمونا، هو داوه الشانطي وانا داوني شانطي اخر. بعيد عليك؟ لا قريب، غير ما جاتني الاخبار على غفله وما قدرتش كيفاش نعلمو نقولها ليه. وين غترجع ان شاء الله؟ من دابا يومين كنت غادي نرجع، ولكن مع الوالده بوحدها وما قدرتش نخليها بوحدها، وخصني نجلس من هنا السيمانه الجايه. شوف اخويا العربي، إلا دوا معاك الجلالي في بورطابل قول له يهضر معايا عند الشيخ. كون هاني، راه كنبقى تما حدا الحانوت من المغرب حتى العشاء. صافي كون هاني، يلا ندخل من البرد، راه البرد تحرك شويه. الشرط الاول هو تخليني ندير ما بغيت في الارض. وانا مت؟ راه الفلاحه اللي كان كيدير با ما كتجيب حتى تمارتها. شنو ناوي دير بالسلام؟ ناوي ندير فلاحه عصريه تجيب لينا الذهب. ما قلتي عيب، الدار البيضاء رداتك راجل، هذه الاولى. والثانيه؟ الثانيه باغي نتزوج حبيبه. باك الله يرحمه يلاه مات ويلاه دفناه. ولا انا مسخوط؟ ولا انا قلت لك نديروا العرس؟ انا قلت لك نديرو الكحل في البيض
وما سمعنا حد. حبيبة حبيبة حبيبة. نعم خالتي. سكتي انت سكتي على بيلا. ربات العربي راه مازال مرتاح في قبره. على العفس كيكون بتخبية. وصافي صافي سكتينا وخلي الرجال يحضروا الكتبة هانين. يمكن نمشي نشوف العروسة. يا بسم الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. قبلتي يا بنتي تزوجي؟ وإلا قبلتي وقعينا. يلا وقع يا بنتي. مبارك مسعود بالرفاه والبنين ان شاء الله. الله يبارك فيك سيدي. لالا حبيبه راه ما عندناش منها جوج. ايوا اللي بغى يقول شي حاجه يقولها. حنا بعدا ما درنا حتى عيب. كانت شي لالا هنيه ولا ما كاينش؟ حبيبه ما كانت مجوجه ما كانت مخطوبه. ولا كان غير على الموت ديال بات العربي ماشي مشكل. انا هادشي درتو باش يبقى ولدي في جنبي ويبقى قدامي. ماشي مشي تكرفص بلادات الناس وبلا منفع. بغيت يبقى في بلاده في ارض باه يقابلها ويقابل رزقه. بسم الله. شكون جاي كبور. اجي اجي حبيبي. انا جاي. امو مالك يا اختي ياك لاباس؟ هذاك الشيء اللي قال لي العربي ما بان لي شايفي. قال لي بحال كيكذب مخبي شي حاجه عليا. هذه شي حاجه طرات لولدي وما بغاش يقولها لي. خويا سير للمدينة جيب لي وليدي ولا غادي نمشي انا برجلي. عطامو اختي الله يهديك. ام بلاتي ايوا انا كاع مشيت فين غادي نلقاه؟ ما عرفت. انا بغيت غير وليدي يا عباد الله. وليد واحد عطاني الله حمدك يا ربي وشكرتك. ما بغيت شي نضيع فيه. انا اللي درتها لراسي. ما كانش عليا نخليه يمشي. وانا كاع مشيت شكون اللي غادي يبقى هنا؟ ما تقول لي حتى حاجه اخويا. سير كبر. سير اخويا ولد مينتي. يو فطومة. لا تشحن ناوي تجلس تما. لكن على فطومة غتهنى راه بحال بنيتي. ايوا لالا وما عرفتو ونمشي ونمشي اش غندير؟ كي غندير؟ انا ولد عمي شي طريبيش. تضرب ضرب لي الطربوش والله الا جاك واعر بالله. شي مكانه. والله الا برومي. ندي درات كاليتي والله شي رويحه. واخ رويحه. واخ شحال كدير هادي؟ 900 درهم ولد عمي. 900 درهم. 900 درهم ولكن ليك انت 800 درهم. نحلها نشوف.
لا لا 800 درهم يا صاحبي، شوف ديرها في جيبك. شوف والله الا كادو من عندي بالله العلي العظيم، وشوف راه ما رابح معاك فيها غير جوج دراهم. واخا ناخذها من عندك، وين الا جات على خاطرك الله يجازيك بخير لما نشوف لي هاد الادريس. هاد شوف ليك حمام ولد منانا. ايه ولد منانا راه معروف هنا في الدار. تعرفو انت ويلي وشكون تنعرفو؟ الله يعمر هذا ويا ناوي تغسل عظيماتك. لا هاد ولد منانا من عندنا من البلاد، هو هنا عنده حمام وراه قديم هنا في الدار البيضاء، شكون اللي ما يعرفوش؟ حتى اش غدير؟ غادي تخرج من لاكار، غاتمشي كود الزنقه الاولى على اليمين، غتبقى غادي غادي فيها، غتوصل غتلقى هو راه في القنت، راه كيقول لي حمام القنت. ايوا واخ واخ. ولاد اختي سولها اللي عنده في مورا ما يتلفش. واخ شحال قلتي هادي؟ ايوا غتحفنا ثاني يا ولد عمي 800 درهم. شوف الا ما عجباتكش ارجع عندي دير الريحه وتاسك، الا ما عجباتك انا في الدمه. ياك انت ديما هنا؟ انا ديما هنا. واخ صافي والله يعاون. واش هاد الشي كنشوف؟ واش هذا كبور ولا كذبت؟ واش كبور؟ هاي 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 كدير لاباس عليك كدير صحيح لاباس عليك كدير مع الوقت الله يبارك فيك الحمد لله ويا ولد البلاد كيدايره كل شيء مزيان واخص بلا تاس كبور ايه واخص صحة سيدي بارك الصحة هلا صلاح المريد تقول لي يا سي كبور نعم عجبك الكازا مصطفى الجنين ومع الحكم السطح سير بدل صعب اخرى شيلالي سير بحالاتك صاحبي صافي العمر انا كنصاحبك تلقى مصطفى سير بدل صعب اخرى من بعد نشاو سير اخويا الله يرحم خرج مصطفى ضربك ولد حرام ما تخافش انا غادي نتكلف بك الحاج شويه بارك الله فيك يمكن لينا ندخل نشوفوه شي حاول تصبر مسكين تفضل بارك الله فيك انت ولدي فين غادي ولدي بغيت نمشي بحالاتي صافي راه داروا لي كلشي ارتاح 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 مع راسك فين غادي تمشي ما عرفتش عندك شي عائله تمشي عندهم عندي حد حبابي كلهم في البلاد السيد اللي جيت عنده لقيته ما كاينش رجعت عنده من بعد لقيت رجع للبلاد انت فين كتعيش كل مره فين
مرة في المحطة ديال التران، مرة في القهوة، مرة في السوق. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تمشي عندي للدار. السلام عليكم. عليكم السلام. محمد الهشامي وعبد الله مزيان من الشرطة القضائية. تشرفينا سي. واش أنت اللي تضربتي في السطح؟ يا سيدي هو هذا. أنت كنتي معاه؟ بسبب التضرب سيدي. لاكارت ديالك الله يخليك. ما عنديش. طحت ليا. دوا ليا. واش دوا ليك ولا طحت ليك؟ وقيت شعرك. أسيدي الله يخليك. حالتو هانتوما كتشوفوها بعينيكم، يدير شويه لاباس واش وصولو. وفين غادي نلقاوها لالا؟ هنا ستي. هلا كارت فيزيت، هلا كارت ناسيونال، قيدوا المعلومات عندكم، انا ضمنو تلقاو عندي في الدار. الحاج موسى ديال المجمع السكني؟ يا سيدي بالحميه وعدمي. تفضل سيدي، احنا غادي نجيو عندكم ان شاء الله باش نديرو محضر الاستماع. أخي مع السلامة. ما يكون بس معكم. والله العظيم إلا بعض المرات كنقول مع راسي واش كان كنحلم ولا بصح. علاش؟ هادشي اللي كديري معايا انتيا والحاج بزاف. انت تستاهل كتر. من نهار جيت لهاد الكازا وانا كنلقى اللي كيندمني. علاش جيت؟ شتي فين ما مشيتي غادي تلقى الناس المزيانين والناس الخايبين. دابا صافا شويه فوقاش غير نبغى نمشي بحالاتي. أنا كنت قلت عليكم بزاف. حرام عليك تقول هادشي. شتي نتايا عزيز على الحاج ودخلتي له في قلبه. عندك بالحق غير ديرها. اشنو؟ تنوض شي نهار وتمشي بلا ما تعلم. تفضل سيدي تفضل. ايوا جلالي شويه دابا رجع فيك الدم شويه. كل ما الحاج كون راه مت. ايوا كل ما عتقتينيش انت وكون مشاو لي لورا قول فلوس. اسمع غادي تشوف مزيان هاد التصاور ما تزربش وخمم غير بشويه عليك. شكون هما اللي سرقوا السيده في المحطه وشكون بالضبط اللي ضربك بالجنوي؟ جواب العجب؟ شنو اللي عجب؟ انتي سيري وجدي لنا شي كاس ديال اتاي. هذا وهذا شديناهم في واحد الحمله التمشيطيه واعترف ومني وريتهم لاكارت ناسيونال ديالك اعترفوا بان كيعرفوك بانك دوزتي عندهم واحد الليله. ايوا دوز معهم ليله ماشي هي معاهم. وهما ما قالوش جيلالي معاهم قالوا بات معاهم. ولكن انت علاش كتنكر؟ ما كنكرش نعمس. الضرب إذا عمرها بعباد الله كل نهار كتشوف وجهه في شي شكل. أنا جاي دابا أنا شوية ديال الوقت بحال دوزت 20 عام. ما ديرش ما تخافش نعمش والقانون هو القانون. والمرة اللي تسرقات علاش خليتي حتى طرا لي طرا عاد مشيتي علمتيها؟ تبهت ما تلي تعرفي باش تبليت
ما كنت بعتا كره راني باقي دابا مججر في الكوميساريات. المهم خذ لاكارت ناسيونال ديالك اعطيها كبوطو غدا ان شاء الله دوز الكوميساريه باش تمني على المحضر. الله يهنيكم الساعه. شكرا سيدي بارك الله فيك. واتاي شكرا صحه وراحه لاله. خليك خليك. شوف ولدي انا رجل عمل كنبني عمارات وكنبيعهم. جيت لكازا بحالك بديت من والو ودابا الحمد لله عشت وجربت بزاف وتعلمت حاجه واحده نعرف بنادم تشوف الاولى. داكشي اللي درتي ما كيديرو غير ولاد الناس شحال هما قلال. انت هنا في كازا ما عندك حد ما عندك فين تمشي حسب الدار دارك وبغيتك تخدم معايا. انا عندي بزاف ديال الشنطيات وصعيب عليا نقابل كل شيء بدقه واحده. شو اللي مطلوب مني الحاج؟ تكون عيني اللي كنشوف بها. اللي بغيتي نديرها نديرها الحاج خيرك سابق. لوا لوا ما تقولش هاد الشيء. لا انا دابا كنبني واحد المجمع سكني وعارف بلي السلعه كتشفر. عندي الشك وخصني نعرف شكون الحاج اللي شديتو نخلي عشتو. ما تخلي عشتو ما يخلي عشتك. اللي شفتيها جي قولها لي انا غادي ندير لازم. فهمتيني؟ فهمت. جبالي الحمام راه سخون. يلا نو هي الكسوة باش تبدل. جيتي؟ نعم. الله يسلمك. يلا شنو غادي تشرب؟ واش غادي نولي؟ اللي جات من يديك سمن عسل. ياك. شك من البارح وانت غير كتشرب. اجي انت جديد في كازا؟ ايه بحرا هادي شي ايامات باش جيت. تيقي بيا لا قلت لك واحد الكلمة. والله العظيم وما تساليني حلوف لا كان جاه لا قبلك لهاد القهوة. ياك. ايه. هانسون واش انت مزوجه؟ ومالك على هاد الزربه؟ واش خلي نقول لك والله الا ضيعت الوقت بزاف. وزوجوني وانا صغير والمراه ماتت ليا الله يرحمها وانت كتشوف هاد الحاله فاشل. الله العظيم لا قتلتني على الوحدانيه. مسكين ما بيناش عليك باقي صغير مع راسك العفريت. كيبان لي اش غادي نقول لك والله العظيم وما تساليني حلو لا جيت لهاد الدار البيضاء غير باش نقضي شي غران. وملي شفتك اش غادي نقول لك حسيت براسي بحال تبدلت. ياك وانت كتشوفي انا صدقت حاصل في هاد الدار البيضاء.
واش يشوفوا قاعد وقعوا لي راه ما كاين ما تعاود لي الله يحفظك يلا شنو نجيب لك تشرب اللي اللي جبتها هي هذه دير واحد باناتشي اشنو هو هنا بسم الله بسم الله خذ لك شي كاس والله الا جيتي في الوقت كان فيا النعاس بالسيف اخويا خدام ليل ونهار خدام ديما يبقى خدام واخا يعطي دمو ولا لحمو الحقيقه كتبقى فيا بزاف بارك الله فيك الحاج موسى تلقى عجبو الحال ياك ما من العائلة ديالو لا بالي يا ولد الناس وكتخدم من نيتك واخا خاش شي هادشي اللي كتشوف كامل طالع بالنص اللي قامة ديالو ما فهمتش بغيت نقول راه طالع بالغش آه. وهاد المهندسين هادو اش كيديرو المهندسين كلك ياكل حقه المهندس ياكل شويه المقاول ياكل شويه المجازين ياكل شويه كيفاش بغيتي هاد البني يطلع للصح الحاج موسى عارف هادشي كله ضربه بسكته منو ما يدخل وين وهو راس العين وانت اش كتقول في هادشي والو اخويا انا عندي الوليدات ولا جيت نهضر غادي نتلاح للزنقه لو واحد هو ياكل حقه ويضربها بسكته اسمحني انا ما عزيزش عليا التخلويط كندير خدمتي وكندخل سوق راسي وشكون حبسك دير خدمتك ولكن حاجه وحده خصك تعرفها هي تعلم تختصر الوقت فهمتيني حقيقة في الأول كانت القضية صعيبة عندي شوية كنت يلاه جيت وما كنعرف حد والخدامة كلهم ردين مني البال ولكن مع الوقت صحت معاهم ودابا ولاو كيحسبوني واحد منهم زيرو سيدي ما خليتي لي ما نقول حاج انا متاكد بلي السلعه كتدخل ناقصه للمكازا وكتخرج ناقصه كيفاش ما عرفتش خصني نتاكد ايوا الا عرفتيها اجي قولها لي قبل لا دير شي حاجه الحاج بغيت نسولك شي حاجه وحشمت غير قول سمعت بزاف ديال الناس يقولوا بلي انت عارف بلي البني مغشوش وكتقول والو ولاد الحرام حساد حيت هادوك اللي كيقولوها كيسحابهم درت هادشي غير بالتيرسي وانا هادشي درتو بعرق كتافي عمي مالك لا والو والو بنتي لا غادي نمشي نرتاح شويه نجي معاك لا لا غير خليك داخل اش وقع الجلالي اش كنتو كتقولوا والو مالك ساي كنشوف غير هاد الدنيا كيفاش كتلعب بالناس كيف ما بغات جاي لكازا على حاجه ولقيت راسي كندير حوايج اخرين نسيت راسي نسيت الدار نسيت الوالدة غادا تكون مسكينة كتقلب عليا ما تعرفني واش باقي حي ولا ميت تما على الأقل كنت
كنت عارف شنو بغات. هي ما عجبك حال معنا؟ بالعكس، انتم الله يعمرها دار، درتو فيها خير كبير، ولكن خصني نمشي نشوف الوالدة. وعندك تمشي وما ترجعش، مالك كتبتسم؟ نفس الهضرة قالت عليها حبيبة قبل ما نمشي. غادي نمشي نطلع الشانطي. ما خلينا فين قلبنا عليك، جينا هنا وصولنا وقالنا راك خدام هنايا. مرحبا. والله الا توحشتكم ام صاخيت الواليدي. خمس صاخيت ما نسيناكش، اش كاين؟ قلت لك لقاو لقاو. في الحقيقة ما قدرناش نمشيو، تنجيو نتسامحو. ياك لاباس، شنو غادي؟ إلا بغى الله نمشيو نقطعو البحر، نمشيو عدد الناس الشهبين، زاطم عندهم عامري. اش بالك هاد الحصة اللي حاصلين فيها حنا دابا؟ حضيني نحضيك، نبقاو مع حضياي. غادي نديرو؟ مشقوف خارج من مرسى اليوم، غادي نشوفو كيفاش نديرو وغادي نحاربو فيه. ولا حصلتو؟ إلا حصلنا نعاودو الأولى الثانية الثالثة تنقضيو الغرض ديالنا. يلا زعما إلا بغيتي تمشي. لا لا شتي الجلالي باقي نيا الكلم ديالنا، راه ما كتبغيش بنادم يكون دمدومة، كتبغي بنادم يكون حار وناضي يا صاحبي. اش غادي نقول لكم؟ طرق السلام واللي بغى ربي هي اللي كاينه. تهلا الجيلين. واخا شركتو ليا كلشي عم صحيت الوالدين، نتوما عزاز علي. الله يحفظك. انت راك عزيز علينا وحق الطيبين اللي مشاركين وحق داك الساندويش عاقل عليه. الله الجيران هاكا خلي عندك التويشيه هادي باش تفكرنا. ايه هذا واش شارينو ولا سارقينو؟ واه عندك هادي غادي نسالي شنو هادشي كتجي تشعل فيا العافيه. سير جيب شي دوره تنسالي ونخلط عليك. لا لا ما فيا ما ندور، انا غادي نخرج ونتسناك برا. سير انا غادي ندفع الحساب ونجي نخلط عليك. واخ انا كنتسناك ما تعطليش.
الكاميون شارجي مزيان ما بقى عندنا فين نديرو حتى خنشة وحدة. حسبتي مزيان كلشي؟ أكون هاني. وأطلق راسك قبل ما يخرج لينا داك الجلالي من الجن. أربي بحال إلا علمكم الله. قلت لك من الأول راكم كلخ. الحاج شنو ندير دابا نعيطو للبوليس؟ لا بلاتي هادشي اللي كانوا غادي يديو هاد الناس حلال عليك. انا عارف اش غادي ندير معاهم. انت غير حيد بلاتي. نزلوا نتوما لهنا. نزل يلا اسدي يلا. علاش كتقلب؟ كنقلب على واحد الادريسه ديال ولد منانا. واحد السيد عندنا من الدوار عطاني الادريسه. يمكن الا كاينه في هاد الكبوط اللي عطاوني البوليس. ياك ما ناوي ترجع؟ لا بغيت غنسافر مع شي حاجه للدار للوالده. غادي تكون مسكينه ما عارفين واش باقي حي ولا ميت. مزيان اللي فكرتي فيهم. اش شفتي لهم؟ قلبي بيديك عندك الضحكة ديالي. كي جاك داكشي؟ أمينة؟ أمينة؟ قلتها لك اولدي. قلت لك غير يمشي الجلالي غادي تخبر. شحال هادي ما شفتك؟ لا خالتي طم فين ما بغيت نشوفكم كيشدني شي شغل. ياك لاباس. كي شتيها خالتي درنا واحد الجمعيه انا والدراري في الدوار باش ندخلوا لكم الضو ونقريو البنات. تبارك الله تبارك الله. هادشي كله يخرج من تحت راسك الدريويش. ماشي عيب وحدي يا خالتي انا والدراري ديال الدوار. وهي خدمتي بحال داكشي. الله يا وليدي كون عقلت هاد الجلالي قبل ما يمشي وراه بقى حدانا ويخدم معاك. لك تي عارفها وضربها بسكته. لا خالتي حاشا. والله يكمل بخير. ويمتى ان شاء الله نفرحوا بيك؟ وفوق ما بغيتي يا خالتي. كيفاش؟ ايوا ما لقاوش ما احسن منك. الحق ولدي تيرجع الجلالي. ما كبر ضربوا راسي بقى دابا كاع راه ضربها بشي تجويجه. وفي الحقيقه خالتي هاد الشيء غير جيت نهضر معاك. والله يمسك بخير. مرحبا بك. سلامه خالتي. سلام. ما كتشوفينيش انا طوم واش كندير؟ خدام كنقلب في الارض. ياك ما تخلطت لك ارضك مع ارض خويا كبور. خو كبور؟ اما في خباركش. خو كبور راه درت معاه بيعه وشريه. راه باع ليا وخدا حقه ومشى في حالته قبل ما يطلع الجيلاني للدار البيضاء. وانا اللي تنقول منين جا هذاك الفلوس. بقيتي بقيتي يا خويا كبور تا درتيها.
ولا ما كرمتي ياك لاباس اش كاين اجي فينا والجلالي ما نعرف السلام عليكم عليكم السلام هذا هو الحمام ديال ولد النانا هو هذا اخو الدار ما خفيف كاينه هي هذه اخو الله يرحم الوالد ولدنا والدي شكون ولد طامو شكون طامو مرت عزوز الله يرحمه جيلاني ما كاين لباس والو بس ادخل عندي الطوموبيل هنا ما نخافش عليها ما تخافش ما كاين والو اللي يلبسها ادخل يا بسم الله انا خدام عند واحد السيد مقاول ومحتاج ليا بزاف هاد الايامات عندي شي امانه الا كنتي غادي للبلاد ولا غادي شي واحد اخر بغيت نعطيها لك تعطيها للوالده ولا للكبور كبور خير كبور انا دري واش انا كنت فلا حتى انا راني باغي المعقول ويلي الله يهديك شوف أمالك إن شاء الله غلق شي خدمة والله تنتهلا فيك وعمر الخير ما ينفصل فكرتيني بعدا راني دويت للمعلم عليك واش قال لي ما يكون غير الخير وعرفتيش غديري ديك الشي اللي درتي أنا قابل عليه خاصني نخليه يخدمك معايا في القهوة إيه مزيان تانا والله العظيم لا بغيت نبقى أحدك قولي لي وشنو هو داك الخبر الزين اللي بغيتي تقول البارح جاو كيحسبونا مالي البرارك قيدونا باش يفرقوا علينا شي بقاعات ديال الارض باش نبنيو ايوا منين غنجيب انا جوج المليون ديال التسبيق مالك ماشي مشكل الفلوس ماشي مشكل انا كيف شتي انا ربعت الارض اللي عندي في البلاد وان شاء الله واحد جوج المليون غادي نسبقوهم وداك الشيء اللي بقى نعرسوا بهم نديروا واحد العرس فاعل تارك ونتفاجئوا مع راسنا باقي فينا حنا ما يعرسك بور ويلي الله يهديك كيفاش اش باقي عندنا نعرسوا علاش مالنا مالك انا راه باغي ندير واحد العرس يكون فاعل تارك وباغي كاع موالي الدوار يعرفوا بلي كبور مزوج من الدار البيضاء ديور طوما عافاك بيك خصنا بلاصه ما مشيش معاك حتى نوصلك لا غير ليك اكبر واخ واخ السلامة خالي اش هذا الجلالي هاي هاي كي داير لاباس عليك فين الغبره ولدي لاباس الحمد لله اش هاد الغبره ايوا مع الوقت ويلي امك راه غادي تسطع عليك ايوا بقيتي حتى عييتي ودرتيها لا انا غادي نمشي نصوب واحد البراد ديال اتاي قول لي كي داير الوالده كيدير في الطوما لاباس عليهم كلشي بخير وعلى خير وكيسلموا عليك راه ناقصهم غنتا عني ولد اختي اش نقول لك امك مقلقه عليك بزاف امها وسمن جهتك ايوا انت راه بقات عليا الدار البيضاء الدار البيضاء انت صيفطتني للدار البيضاء واحد حبيبه كيدير لاباس عليها او مالها راه لاباس عليها مال شتا خالي الى جات الجلال الله يهديك اول اختي الله يهديك واش هادش حبيبه 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 واش ما خلق الله في الدنيا غا حبيبه اعطى الله الخير اسمع نقول لك واحد الكلمه ديرها في بالك لكن هذيك الممسوخة اغسل على يدك ويلي الله ينعل الشيطان شنو خالي تزوجت اي هسه تزوجت
هذاك المجحوم ديال العربه والدهنيه. شو هاد المساخيط لوالدي؟ هذا ماشي مسخوط. مات بواه كل يوم، ما داز ثلاث ايام تضربوا لك حرف البيض. هذا بنادم هذا. خالي دابا غادي نمشي لهنا. جي لهالي برك. واش انت راجل ولا دري؟ ها؟ واش عندك شي خمامات ولا ما عندكش؟ اسمع ناس اللي نساني نساه. واللي دربني بخيط ندرقو بحيط. واش حبيبة حبيبة مصدعنا بها الحبيب؟ هذيك المجدفة تاهي كل واحد يبدا يتكشكش عليها. ها؟ خالي كلشي نقبلو حتى نحبرو. لا خالي جيلان جيلان شنو درنا حتى بلنا الله بهادشي؟ لا أرض لا جلالي لا كبور. شهاد المكتوب يا ربي؟ عمرنا ما كلينا رزق حد، عمرنا ما سرقنا حد، عمرنا ما تعدينا ولا ظلمنا على شي حد. استغفر الله عمتي وبركة عليك من بكى في هاد الليل. استغفر الله. ملي مات بوا تشيلالي خلا ليا غير صغير، قلت فيه غادي يكون بويا وخويا، غادي يكون فيه كلشي. ساعة غير كبر خوال البلاد وتقطعت خبار، عرفتو حي ولا ميت. وحتى بوا عمتي تبا مش بها مرجع على الله، دابا هو فينا هو. سكتي يا بنيتي سكتي. كبر خويا كيما كان الحال، كتوصلنا اخباره ماشي بحال الشلال. تقولي الارض تفتحات وسرطاتو. اسمع يا بنتي، حنا ما غنبقاوش جالسين هكا وتنتقطعو. رشلي على رشليك غادي نمشيو للمدينة. Thank you.
نجيو نشوفو. فين غاديين؟ سخر امي. طلبكم واحد الطليبه؟ شكون؟ السلامة جلال. الله يعطيك السلامة. زيد قرب، رحنا أصحاب. اسمح لي نفسر لك جلال. أش غادي تفسر لي؟ أنت غير صاحبي وجيت نبارك لك. واش باغي عندي؟ والو. دوي؟ هادي هي الصحبة. هادشي اسمح لي يا جلالي، اسمح لي نحلف بالحلوف والله الا هادشي وقع ملي انت كنتي غايب اما حتى ما بقى لك اثار. كنتم متفقين عليا قبل ما نمشي؟ ها دوي والله الا الا جات حشومه يما نبرد فيكم يديا بجوج. جلال هذا انا با عمر. السلامه. بخير. تبي خير؟ لاباس. لاباس كلشي بخير؟ بخير. انياتون؟ لاباس. كيدايرين الدراري؟ بخير لاباس. ولا قول الله يجازيك بخير. نعم. مشيتي الواليده؟ اما اخباركش؟ ومشى الدار البيضاء يقلبوا عليك. دوز بخير. بالسلامه. فوما فين غنمشي؟ فين هي الوالده؟ ما شفت حد. هاد الصباح كنت في البلاد قالوا لي جات كتقلب عليا هي وفطومه. انا هاجيت من دابا من الدار ما جات حتى شي حد عندي من البلاد. خليك ابور فينا جبرتي عاد خرج مشى عند حبيبه القلب قال لك لقات لي الخدمه في نفس القهوه غادي نديرو عرس في الدوار. باش ما كنبغي نفكها باش ما كيزيد تعكل. يمكن غير تخالفتو في الطريق. المهم هادي نمره التليفون ديال الحاج إلا بانو دور ليا. واخا. الله يعاون. الله يعاون. يا بنيتي يا فطوم. إلا شوطرتي إلا دريسة فين هو هاد الحمام فين نديرو تنقاو. مابقيتش عقلتي عمتي. واه بنتي عقلك فين الله يهديك. والكار دوخني. هاتي نشوف نسولو هاد الولي يرحم الله. الله يرحم والديك أولدي. تعرف فين جا حمام من هنا؟ من هنا. من هنا. منين ندوزو؟ منين؟ البوليس. اجي غنسولو. السلام عليكم. لا شنو تعملي مع هاد البنت؟ ايوا ولدي غتنسولو بغينا غنهضر معاها. تطلق من الدريه. ومرحبا فطامه. زيدي من الهضره. والله الا سيدي حتى انا عمتي. انا سيدي تطلق من الدريه. المره الجايه من تبغي تقصر
غير علم ما كاين لا قصر على والو، راه صدقت غادي حتى البلاد. اها وحيبه كي جاها الكادو؟ امينه حبيبه تزوجات والوالده جات كتقلب عليا حتى لهنا، ما عرفتها كاع فين كاينه. وانا مالي هي هادي. واخ مالك اش كاين ياك لاباس؟ عمي عمارة من دوك العمارات اللي بنيتيها طاحت. اويلي شكون اللي قالها لك؟ عاد دابا اتصلوا في التليفون. شدي لي الباسبور. إلا هربتي غيقولوا أنت المسؤول. أنا كبرت نبقى في يمن تعلمت. لا سمحتي غتفضل معنا. وين غادي نبيع؟ فين؟ عمي جيل عليه. واش جيل عليه؟ لاباس. الحاج. سير مع عافاك سير. أجي سيدي أجي سيدي الله يخليك أجي أجي. ممنوع راه ماشي امبيونس هادي. طلع انا غادي نمشي نتبعو الطوموبيل. انا عطيك الدواء عايم. نورمال مود شي راه ممنوع. جيب لها غير الدواء العناس. تفضل ولكن الله يخليك ما تفوتش جوج دقائق. حاج الدواء ديالك الحاج. وعلاش ما جيتش معاك أمينة؟ خليتها كتصل بالمحامي. الحاج الحاج كاين شي حاجة اللي نقدر نديرها؟ علاش هادو؟ خليهم عندك. الدنيا والزمان هادي يتحتاجوا يتحتاجوا. انا ما عرفتش شحال غادي نبقى هنايا. طلعت امينه راه بحال بنتي وما غاديش تلقى احسن منك. كديري الوليده هنا؟ شيت نقلب عليك اولدي. لقيت راسي في الكوميساريه. شنو دابا بحالي بحال الشفاره. على شيك لاباس؟ شنو طرا؟ ما فيها ولدي ما يتعاود. اش غادي يقولوا عليا في الدوار؟
على اخر ايام وليدي وليت نبات معاه. صافي عمتي بارك عليك غير الفقصه ديال البارح. صافي انت اش كدير هنا؟ خبرتها ولدي ما عرفناك فين مشيتي، تخلعنا عليك ما عطيتي اخبار. بزاف ما نعاود لك الوالده، مشيت حتى للدوار وما لقيت حد. عمتي هاك ما درتي شي مصيبه؟ ما تخافيش الوالده، ما كاينش علاش نوسخ في يدي. جيلاني وحده من الجوج، رجلي على رجلك وللدوار. الوالده طبعا ما نقدرش، السيد اللي خدام معاه مشدود وخصني نوقف معاه. يا وليدي انت فاش خدام معاها جيلاني؟ في البني بنا عمارة وطاحت. يا بني اش بينك وبين شي بني؟ اش بينك وبين شي عمارة تانية؟ الوالدة هاد السيدة دراري لو ما وقفت معاه هنا راه ما كاين اللي غادي يوقف معاه، خصني نبقى دائما واقف معاه حتى يفك الجرة بخير. جيلاني ها السخط ها الرضا، دواركم راه كتعرفو، سيدي قدامي. الوالدة الوالدة جات كتقلب عليا ورجعت مقلقة، خصني نرجع للبلاد. داكشي علاش ما مشيتش؟ واخا قالت لي السخط هرضه. الوالده جيلاني ما كاين ما احسن منها وما كيعرف بقيمتها غير اللي كبريتي. قالت ليها غا هي وخالي كبور حبيبة اللي خليت البلاد على ودها تزوجات، الأرض باقا مرهونة، كنتي ما عندك ما ديري بهادشي كله. أنا ماشي أنانية بحالك، يمكن عندك الصح. أمينة ما نلقاش محسن منك، هاكا قال لي الحاج في الكوميسارية، ولكن إلا سهل علينا الله تمشي معايا البلاد تما نقدروا نديروا شي حاجة أحسن. حتى مشيت لك حبيبة عاد وليتي كتفكر فيا. حبيبة أنا كنت عطيها كلمة، وأنا اللي عطيت الكلمة لشي واحد نوفاها واخا يوقع اللي وقع. الحاج كيتسنى. امي امي شنو وقع؟ بارك في راسك ملالي.